ناخد نجمنا محمد فضل برضو رأيه في المباراة. فضل مساء الخير. مساء الخير يا سيف، أخبارك إيه؟ وحشني جدا على طول. وأنت كمان أخبارك إيه؟ كله كويس؟ كله كويس الحمد لله والله. رأيك النهاردة في المباراة؟ لا، اللي بيحصل طبعا النهاردة الأهلي بصرف النظر عن النتيجة، يمكن النتيجة تخض الناس اللي ما شافتش المباراة، لكن الأهلي طبعا مشرف الكرة المصرية، اللي حصل عظمة. في بتتكلم في احداث المباراه لغايه 2-1، الامور كلها جيده جدا، وكان طاهر ممكن يسجل، حسين الشحات، محمد شريف، قفشه، كان في كور ممكن تبقى اهداف. لكن طبعا غياب التركيز في اخر 8 دقائق اللي هو الوقت الضائع، قدر ان هم ريال مدريد يسجل 3 اهداف. وبعدين مع الفرق دي هدفين، انا اسف، مع الفرق زي ريال مدريد والفرق الكبيره اوعى تكسل، اوعى تغلط. هتلاقي ان ال4 اهداف اخطاء طبعا وكسل، لكن بصرف النظر عن النتيجه لا، دلوقتي في ثقه كبيره جدا في كولر، في اللعيبه، اي حد بيلعب بيأدي. فانا شايف ان لا، النادي الاهلي شرف الكره المصريه، وان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا ناخد المركز الثالث والبرونزيه يا رب ان شاء الله. النهارده في مقوله لازم اقولها عمري ما هنساها. كنت واقف انا وفضل بنتفرج على المباراه، وكنا قاعدين بنتفرج في الراديو عندنا، يعني في مهندس صوت اسمه نزيه. فالنتيجه 2-0، فاحنا قلنا ايه يعني، قاعدين بنقول ايه يعني، يعني الاهلي ان شاء الله باذن الله النتيجه ما تزيدش عن كده ويبقى في ماتش كويس يعني. فقال لي لا يا كابتن، ده لسه بدري يعني، الاهلي ممكن يرجع والنتيجه ترجع. فقلنا له ترجع يعني قدام الريال مدريد؟ قال لي انا ماليش في الكوره قوي، بس عارف ان النادي الاهلي بيقدر يرجع في اي وقت. في نهايه الجمله كان في ضربه جزاء 2-1. صح، ما عشان كده بقول لك يا سيف، ما فيش حد يقدر يقول الكلام ده غير ما يبقى عنده ثقه في فرقته وفي تجارب. صح. طب هل في تجارب؟ اه في تجارب. انت كسبت ريال مدريد قبل كده، اه كان ماتش ودي، لكن انت فكره ان انت تلاعب ريال مدريد في بطوله دوليه عمرها ما هتتكرر، حاجات صح. نادره جدا. فالنادي الاهلي دايما كل جماهيره واثقه فيه، وفعلا شرف الرياضه المصريه. ولا يعني سيبك من النتيجه بتاعت النهارده، هي تخض طبعا وتحسسك ان هي وان سايد جيم، لا ما كانتش وان سايد جيم. النادي الاهلي كان ممكن يتعادل قبل ما ريال مدريد في اخر 8 دقائق يقدر يسجل هدفين. صح. فالكولر دلوقتي انا شايف ان الجماهير بقى عندها ثقه فيه، اللعيبه كلنا فعلا، حتى تغييراته. واي حد بيلعب السيف انت ما بتحسش بالفرق، يعني حسين يلعب، بيرسي تاوي يلعب، طاهر يلعب، عبد القادر يلعب، محمد شريف، كهربا، خلاص. حتى النهارده يمكن حمدي فتحي اكتر واحد كان متالق، قعد احتياطي ونزل. بس انا بقول يا فضل، فنيا النادي الاهلي في احتياج لمهاجم قوي، في احتياج لمهاجم يسدد من انصاف الفرص زي ما بيقولوا كده يعني. صح، النادي الاهلي محتاج الى مهاجم، لكن طبعا انت بسبب ادائك ونتائجك فالناس خلاص ما بقتش تركز في الحته دي. لكن هل النادي الاهلي محتاج الى مهاجم؟ اه محتاج الى مهاجم طبعا، محتاج الى مهاجم افريقي، يكون مهاجم بمواصفات مختلفه. واحنا لازم الافارقه يا سيف او المحترفين يفرق جدا عن اللعيب المحلي، يعني ما ينفعش يكون عندي لعيب محترف وفي الاخر اقل من المصري او قاعد احتياطي. طيب عايز لا تمام يعني اتفضل. لا اتفضل. عايز اخدك شويه بقى الملف تاني، وانا عارف ان انت يعني ايه في الاصل محامي وتجيد اللوائح والقوانين. ازمه كهربا وخطاب النهارده للاتحاد الدولي بمهله 60 يوم لكهربا وغرامه 30,000 فرنك ثم التسديد بعد 60 يوم او الايقاف لمده كذا شهر. بص انا مش مطلع على ورق كهربا جدا، بس اللي انا بشوفه واللي انا عارفه، خليك في الاول في قاعده، القاعده ان دايما الفيفا خصوصا اللعيب اللي بيتعدى سنه 28 سنه فضل معانا ولا الناس كلها قالت هتوقف لعب ودفع غرامه. فالاصل ان اللعيب يلعب. كهربا انا مش مطلع على الاوراق تماما، بس اللي انا بشوفه ان هو دلوقتي بعد قرار النهارده ان هو يدفع في خلال 60 يوم المبلغ مع غرامه تقريبا 30,000 فرنك سويسري، ولو ما سددش هيبقى في وقف. هي واضحه، هي القرار واضح جدا، فلازم ان كهربا يسدد كده. بس هي في نقطه برضو خلي بالك، انا مش مطلع على الورق، بس في نقط يا سيف، ان انت عندك النادي اللي هو طرف في المشكله، والنادي ده افلت. فهي الموضوع معقد جدا، ان في نادي افلت كان طرف في المشكله، ان كهربا ممكن يقول الظروف الاقتصاديه بتاعت البلد وهو عقوده قد ايه، فالفلوس تتسدد ازاي.
يعني في حاجات طبعا وفي اسانيد ممكن يلجأ لها. طيب هو هل هو فضل دلوقتي بالقرار والجواب اللي قدامنا ده اصبح خلاص يدفع يا الايقاف؟ ما هو قبل كده كان يدفع الايقاف، بس هو فعلا لازم يدفع ايقاف. هم خلاص هو القرار طلع بقى واضح، طيب انت في خلال 60 يوم لو ما دفعتش هيبقى ايقاف فعلا. صح. لو انت صاحب قرار في النادي الاهلي، تعمل صفقه جديده ولا تدفع لكهربا ولا الامور تبقى صعبه؟ 2.5 مليون دولار. بص 2.5 خد جدا. انا هحسبها كالاتي، لو انا يعني لو انا راجل، بس هو النقطه في نادي الاهلي مفيش حد بيبقى عنده قرار، يعني مش قرار شخصي او قرار فردي، بيبقى قرار جماعي. انا هقولها لك من بره. انا بحسب، انا دلوقتي لما اجيب صفقه هجيب صفقه ب 2.5 مليون دولار، يعني مثلا احنا بنتكلم في اي لعيب هيبقى اضافه للنادي الاهلي، هل النادي الاهلي هيتحمل 2.5؟ لو النادي الاهلي هيتحمل 2.5 انا عايز رايك انت، مش قرار لو الاهلي. كولر انا شايف ان الكهرباء بصراحه لا، هو فاجئني بصراحه. يعني انت لو صاحب قرار تدفع 2.5؟ لا لا لا، لكنها صفقه جديده. انا هخلي كهرباء طبعا، ان هو اول حاجه صفقه مضمونه، صفقه اضافه لو رجع وبقى مستواه وفت، هو كل ده مش فت، هو بيلعب بخبراته، خلي بالك بيلعب بذكائه. وقبل ما اعمل كل الخطوات دي يا سيف هروح لكولر اساله. ان كولر لو قال لي انا عاوز كهربا خلاص، هو المدير الفني يتحمل المسؤوليه. فطبعا راي المدير الفني هو رقم واحد. ثم حسابات التعاقديه بقى، ثمنه قد ايه، سنه قد ايه، هيفيدني فنيا ايه، هل انا محتاجه، كل الكلام ده. انا من وجهه نظري شايف ان هو يمكن لا استوى، فاجئني في المباراه اللي لعبها، ان هو حتى كمان مجهوده بيبقى مركز جدا. بس هي النقطه بقى الناس اللي يوميا معاه، هل كهربا ملتزم؟ ان انا اعتراضي على عدم التزامه. عمره ما هيقدم المستوى ده غير وهو ملتزم. بس لو كهربا بيدي المجتهد قاعده، يعني لو ملتزم، لا في الكوره يا سيف بتبقى قاعده، بس القاعده دي لو في استمراريه. لكن ممكن 4 5 ماتشات 6 ماتشات وبعد كده تلاقي فيه هبوط في المستوى. فهو لو كهربا ملتزم. توهتني يا فضل. لا يعني لا، انا عايز رد قاطع. انت دلوقتي صاحب قرار. لو كهربا، انا بقول لك الاسباب اللي انا هبني عليها. لو كهربا ملتزم ومركز. انا ما بتكلمش عن الناحيه الفنيه، بتكلم عن الناحيه السلوكيه اللي هتفرق في الناحيه الفنيه. لو كهربا ملتزم ومركز وكولر عاوزه، لا هدفع فلوس طبعا، ان هو ده صفقه مضمونه. ان وعنده ميزه مش عند اي صفقه. عنده رصيد عند الجماهير وحب من الجماهير مش موجود. صح. فلو كده انا هعمل كده، لكن لو كولر قال حاجه رايه غير كده، او انا حسيت ان هو مش ملتزم، لو ساله كولر هيوافق. يبقى خلاص، يبقى الصفقه طبعا دي صفقه مضمونه، جماهير الاهلي بتحبه جدا، هو عنده رصيد كبير جدا، عارف اللعيبه، يبقى انا ليه لو انا عندي حد جاهز هبص بره. صح. بشكرك يا فضل، شكرا جزيلا، بتشرف بوجودك معايا دايما. شكرا يا سيف، ميرسي جدا جدا. اشكرك شكرا جزيلا، نجمنا محمد فضل.